بجيبه بوسه. ايه يا بيه اللي انت بتقوله ده؟ عيب كده. استني عيب كده، انت فاكرني ايه؟ افهمي بس، افهمي، انا فاهم، اصل انا في لحظه تاريخيه ما بتتكررش كتير، صدقيني. هاتي بوسه. يا لهوي، عيب كده يا بيه؟ واحد في سنك عاوز يعمل الحاجات دي؟ لما هي دي المعجزه يا بنت، اسمعي كلامي، تعالي. راحه فين؟ تعالي بس، هاتي بوسه. انت ما تعمليش حاجه، افهمي. لا يا بيه، عيب كده يا بيه. وطي صوتك يا بيه، عيب كده. شوف يا راجل، يا يا بابا، اللي انت بتعمله ده؟ تعالي يا بابا، يا بابا سبت ايه المراهقين يا بابا؟ اهدى اهدى اهدى، ايه اللي حصل؟ صوت يا بيه والدك؟ معلش معلش على ايه؟ بابا في سن الياس، معلش. يا شيخ ده انا في قمه مجدي. لا خلاص يا علاء، حقك حقك علاء، خد خد علاء. معلش علاء، حقك علاء، انا اسف انا اسف انا اسف. يا بابا بطلب بخاطرها. انزلي بابا، يا بابا يا بابا، انزلي بابا. افرض لمت هدومها ومشيت، هنعمل ايه؟ هنروح لها بيت للدرجات يا بابا. ايوه ايوه، شربة الكوارع دي شربة فولاذية، أحيط فيها حاجات كانت ماتت من سنين. أنا من دي الناس برضك يا بيه، كله إلا كده، أنا هلم هدومي وماشية حالي. خلاص امسكي دول دلوقتي، انزلي نامي وأنا هشوف الموضوع ده. يلا يلا. طب يا حبيبتي، إحنا هنعمل اللي أنتي قلتي عليه فورا. باي باي، مع السلامة. ها قالت لك إيه؟ زي ما قالت لك يا حبيبي، جلطة وتسلب شرايين. إحنا لازم يا حبيبي نديله حقنة دلوقتي علشان الشد العضلي اللي عنده. حقنة دي هجيبها منين دلوقتي؟ أنا أعتقد إن بنتك على طول شايلاها معاها علشان التمرينات. أنا عارفة إنها ممكن تكون في الحمام اللي تحت. أنا هروح أسألها وأنت انزل دور في الحمام. يا بابا، إيه الأخبار دلوقتي؟ تجري التلج ده هيجيب نتيجة. هيهديك شوية، هيهديك شوية. حاسب إيه دلوقتي يا بابا؟ نار نار نار، عمالة تزيد نار نار. يا بابا ده التشويه تبقى في الاسكيمو. نار ايه؟ اسكيمو ايه؟ لو سمعت كلامي وطلبتني المطافي كانوا ضربوني خرطومين هديد. لا يا بابا، انت في حالتك دي مش محتاج مطافي، انت عايز بوليس الاداب. ليه؟ بوليس الاداب ليه؟ هيظبطني مع التلج؟ اهدى بابا، اجمد شويه، اجمد. ابوس ايدك. اجمد اكتر من كده، دي تبقى مصيبه مصيبه. احنا مش مصيبتنا يا بابا، هنتفضح. دلوقتي يا بطران. عمي انت مين اللي قالك يا بابا في الحاله دي؟ عنايات حكت لي. يا دي الفضايح، يا دي الفضايح، يا دي الفضايح. شربة الكوارع دي كانت فكره منيله. ما يهمكش ما يهمكش، الشوربه برضه عملت معايا شغل جامد قوي. ايوه انت متجوز. خلاص اهدى اهدى يا بطران، انا هدور لك على حقنه هتريحك خالص. حقنه ايه يا عمي؟ ثانيه واحده. ايوه الحقنه اهي، حقنة ايدي يا عمي دي للشد العضلي، هتريحه خالص. ودي هتديها له فين؟ في الوريد؟ لا، يا نهار اسود. ايه ده ايه ده؟ يوه، انت بتبص على ايه؟ لا بابا ما تقلقش نفسك، انت ما فيكش حاجه، انت زي الفل، حازم. انا خلاص قلبي اتقبض بالبيت ده، زعلني قوي الفضيحه اللي فضحتها قدام نسيم. يا بابا فضيحه ايه؟ فضيحه ايه؟ ما تقولش كده، انا لميت الموضوع وقلت لهم ان دي كانت حقنه السكر. حقن السكر؟ هو في حقن السكر بتتاخد؟ اسكت اسكت يا بابا. بابا قلت لهم ان دي كانت ظروف والعرق كان خربان. المهم الحمد لله عدت على خير. بقول لك يا بابا، ما تيجي اطلعها ونخلع من لنا السوق اللي احنا عايشينها. نعم انت جننت. والقرض كان في مشكله، رؤوف لسه مكلمني من الشركه بيقول ان مدير الائتمان في البنك عند فؤاد بغلبه كل شويه طلبات وضمانات. امال الجوازه الهبله اللي انا فيها دي لازمتها يا بابا؟ تنساش ان فؤاد لسه اجازه، اكيد لما ينزل البنك هيحل كل مشاكلنا. يا رب. طب يا بابا انا هسيبك تريح شويه. بقول لك ايه؟ ابعت لي عنايات. عنايات ايه تاني يا بابا؟ هي الحقنه ما عملتش مفعول؟ حقنه ايه؟ ما تفهمنيش غلط. انا عاوز اعتذر لها بصراحه، لما بشوفها مستريح. عنايات بتاع مين النسكافيه ده؟ ده النسكافيه بتاع حازم بيها، وادهوله الاوضه. لا ادهولي انا، وشوفي كده مدام شهيره عايزه منك ايه. حاضر. يوه وات، يلا بقى. التاني قال لك تسلم، الحكم قال فاول، المساعد قال لك براس. البنت في اشعاع، البنت في حاجه غريبه. ايه الباور دي؟ هو اشترك
لا 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 ما بدهاش. انت بتكلم مين؟ ده كابتن مدحت. عايز اقوله ان الجون ده اوف سايد اصلا. على فكره انا لاحظت حاجه غريبه قوي، ابوكي ده ليه حركات انا مش مستوعبها، كل ما يشوفني يقول لي ايه يا ابني انت مش هتشد حيلكم كده وتجيبوا لنا حته عيل صغير. سيبك مني. لا المشكله مش في كده، المشكله في ابويا انا كمان، كل ما يشوفني يقول لي ايه يا ابني انت مش ناويين تشدوا حيلكم وتجيبوا لنا نفس العيل الصغير. سيبك منه برضه. انت حرف ابوكي، انما انا ما اقدرش اكسر كلمه لابويا، ابويا عصبي ونرف. انت هتستعبط، انا مش قايلك تنسى الحاجات دي خالص. اقعد بقى كده يا بابا وسيبني اكمل البرنامج. برنامج ايه؟ الماتش خلصان من 3 ايام والناس عماله تحلل. لا ده برنامج مساء الانوار، بنفضل كده مع الكابتن مدحت لبعد الفجر. لا والله. طب بقول لك ايه، ما بلغ الكابتن مدحت شلبه كده، طالما بيعمل برنامج مساء الانوار وبيسهر بيه للصبح، يعمل لنا بالمره صباح الخيرات بدل ما يتشحطط في المروح والمجي، يبيت في المحطه.